ಸ್ಟೇಜಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಸಲಾಂ ತಂಗಳ್ ಪೂಂಜಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಲಾ ಹದರತಿ ರೂಹಿ ನಬಿಯಿನಾ ವ ಶಫೀನಾ ಮುಸ್ತಫಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವೈಲಾ ಹದರಾತಿ ಸಾಇರಿ ಅಹ್ಲಿಲ್ ಖೈರ್ ಕುಲ್ಲಿಹಿಮ್ ಅಜ್ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ ಫಾತಿಹಾ. ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وصل الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وصل الخواتم ويسرق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وصل الخواتم ويستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتدخرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وما سلمنا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرلية طيبة منا إلى حضرة حبيبنا
وشفينا وهادينا ومرشدنا وقرة عيننا منذينا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وأعطه مقام محمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ثم إلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، ثم إلى حضرة سيدنا بل بن ملكان أبي العباس الخضر عليه الصلاة والسلام، ثم إلى حضرات ساداتنا أصحاب البدريين والأحديين والحنينين والخندقين والخيبريين وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ثم إلى حضرات جميع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى حضرات جميع أهل الخير كل مجمعين، ثم إلى حضرة خصوصا بالخصوص قطب الأقطاب وغوص الأعظم الشيخ محي الدين أبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره اللذيذ، ثم إلى حضرة سلطان الهند غريب نواد خاجة معين الدين السل جميري قدس الله تعالى سره اللذيذ، ثم إلى حضرة شيخنا وملاذنا مرشدنا تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله تعالى سره اللذيذ، ثم إلى حضرة شيخنا نور العلماء يمي عبد القادر المسلياري قدس الله تعالى سره اللذيذ، ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا ور الفاروق البصور قدس الله تعالى، ثم إلى حضرة سائر ساداتنا جميع مع العاملين من أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام، ثم إلى حضرات جميع أوليائك المدفونين في هذه القرية المعظمة المباركة الخاصة، ثم إلى حضرات جميع عبادك الصالحين ما كانوا يا رب العالمين، اللهم بحقهم وبجاه كراماتهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج أحزاننا وهد ديوننا واشف أمراضنا وقض حوائجنا ودفع بلياتنا يا دافي البليات، اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلنا لا فضل مجانا لا جايهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعف علينا وعلى والدينا وعلى أساتذتنا وعلى مشايخنا وعلى عيالنا وعلى أزواجنا وأولادنا وعلى من حضروا حولنا وعلى من تعلقوا بنا بفيضات، اللهم احمينا واحمهم بحمايتهم، اللهم انصرنا وانصر بنصرتهم، اللهم عدنا وعمد بددهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا، اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، اللهم بارك لنا في جميع أمورنا وأمور من حضروا حولنا بركة تامة كما باركت ورحمتنا عبادك الصالحين، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقاربنا ولمن عاننا ولمن أطامنا ولمن مات منا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم إلى حضرات أموات من جهة آبائنا أمهاتنا مشايخنا وأساتذتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم، اللهم اجمع بيننا بينهم في ذلك في دار جنات الفردوس مع الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وضيق عيشها ومشقتها وفتنتها مرضها وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا يا حفيل يا حفيل من جميع البلايا والأعداء والأمراض بجاه شفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.